أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال لهم قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وأحسن I want
قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير خير لمن ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وما كان من المنتصرين
وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا تلك والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما صدق الله.